طالب العلم الله يكرمه إذا أخلص لله سبحانه وتعالى في طلبه وأراد به وجه الله تبارك وتعالى. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فاستشعروا هذه الأمور، الإخلاص وهذا الإكرام من الله سبحانه وتعالى أن يجعل الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. طالب العلم منزلة عظيمة، والعلم منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا إشادة بأهل العلم، وأن العلم الصحيح يورث تقوى الله وخشيته ومراقبته سبحانه وتعالى. والله من إكرامه العلماء قال في شأنهم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعلم لا يكون له هذه المنزلة عند الله، والعلماء لا يكون لهم هذه المنزلة عند الله إلا إذا قام عليه العمل